حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال Definitely a part of the. This is definitely a chamber. I was about to do it though, before you came. All right, So this is an old strip? No, but there's a hidden spot, a hidden gym back there. Everybody don't get invited back there. You understand? لا بأس بكم الخير وليس العمل عليكم. قال أبو داود هذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن الزبير وفضالة بن عبيد وعنس بن مالك واسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها يعني معروف أنهم كانوا الخيول لا يعيبونهم. قال شارح عظيم أبادي رحمه الله عن محمد بن علي أي ابن الحسين بن علي وهو الباقر وأبو جعفر يوم خيبر يطعمهم الحمر هذا خيب أزل وز أمس HD grub nice grub stuff Relax. Rice. You can eat the rice with the fish, you can eat the rice with it. Fish. Come on, fish.